السلام عليكم اخواتي، اتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه. اليوم اخواتي غنشارك معكم هاد الفطائر. هنا ايطاليين تيقولوا لهم بانزالوط، حنا تنقول لهم لي سوشي. تيجيو غزالين والله الا البنات يا فنين، وحمقوا عليهم وليداتي خاوين فشفشين ورائعين. ايوا خليكم معايا دوزو المكونات والطريقة وكيفاش غنحضرهم. ما تمشيو فين باش انتوما ان شاء الله تجربوا من وليداتكم. هنا الاخوات عندي ثلاثة الكيسان ديال الفورس، حنا غير قلال ما كترتش، وراه عطاو كمية تبارك الله لا طعامرة ما شاء الله. خليكم معايا وغتشوفوا. معلقة ديال الحليب مجفف نيدة، هنا معلقة ديال السكر، هنا الملح على حسب الطوق، وهنا الخميره يا البنات، خميره حبيبيه حبيبات ولا خميره طريه ولا اللي كاينه. وغندير معاها معلقه ديال زيت الزيتون، كتعطي واحد الطعم رائع زوين البنات. هاد الفطائر تيجيو رائعين. صافي وغادي نذوب هذيك العجينه مزيان. الخميره سمحوا لي راني دايخه بيا ليا. صافي ندوب مزيان ونعجن العجينه ونحصل على العجينه اللي تكون رطبه وزوينه ونيله وغزاله. ما نقولش لكم تجي زوينه. كليكم هاد العجين تحضروا به اي فطائر وحتى البيتزا صغارات تجي زوينين، كتجي شيشه وزوينه. صافي غادي نلم العجينه بحال ما لميتها، كاع ما احتاجت لا مجهود لا والو. صافي درت لها شويه زيت الزيتون ثاني وجمعتها ونديرها في البلاستيكه ونغطيها ونخليها ترتاح ونمشيو للحشوه ان شاء الله ديريكت. شويه بشويه نوريكم المكونات كامله ان شاء الله. صافي نخليها ترتاح، نزيد لها واحد المنديل ونخليها ترتاح ترتاح مزيان. هنا الحشوه البنات، خديت البنات هاد المقلة حكيت فيها جزارة وحبة تاع البصل وحبة تاع الفلفلة خضراء وحبة فلفلة حمراء وحد جوج معالق زيت الزيت النباتية، جوج معالق تاع الخضر تطلق الماء بالخص الى درتو العافية مهيلة الخضر تطلق الماء تاهي ديالها غنية بالماء ديالها. صافي ونزيد واحد شوية الملح ونخلي المكونات تشحر وغندير التوابل وكلشي ان شاء الله في دفعه وحده. كلشي تيجي زوين تبارك الله وجات بنينه ولذيذه ما نقولش ليكم. وتصور الخضار تياكلوا الوليدات فهاد رمضان، تنقوي لهم بزاف ديال هادشي ديال المعجنات وداخله فيها الخضر، راه صحيه والله الا صحيه. وهاد رمضان سبحان الله تنكونوا محفزين بزاف الحاجه تنديرهم، كنكونوا مشتاقين نديروا شي حاجه اللي زوينه وناكلوها. واخا هو رمضان راه ديال العباده وديال الصيام وديال الرجيم، كاين حنايا تنديرو الشهيوات كل واحد تيدير على القدر ديالو. درت الربيع البنات كان معدنوس وقزبر والزعتر. الزعتر اللي عطاه واحد الطعم طعم طعم لذيذ. الزعتر واعر البنات، بالخاصة انا في ايطاليا كاين الزعتر واعر. شويه سكينجبير، ما كثرتش فيها التوابل، جات بنينه 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 لذيذه والله. الا الكميه درت كامله تكال تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله، حبه ما ضاعت. شويه تحميره شويه الخرق شويه الابزار شويه شويه. هاد الحشوه غير قليله ماشي كثيره، علبه ديال الطون. ها هو شويه الابزار البنات. ايوا صافي هنا وغنخلي المكونات كامله تشحر مع بعضياتها مزيان 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 مزيان، وهي تطلق ديك المويه ديك المويه تتشرب وتعطي ديك البنه واللذه والعافيه مهيله. والمقاسيره ثقيله. صافي نخلي كل شيء يتشحر ويتلابق ليا مزيان ويطيب. ايوا حنا عطينا لوليداتنا الفيتامينات، خاص الخضر صحيه صحيه صحيه. دخلوا قرعه، دخلوا اي حاجه عندكم ليشو، اي حاجه اي حاجه عندكم دخلوها. صافي درت علبه ديال الطون بالزيت ديالها
الزيت ديال زيت الزيتون، خليت الحشوة تبرد وجينا العجين. صافي، واحد العجينة، واحد العجينة اللي سحرية وغزالة يا البنات. فن 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 فن، تبارك الله. انتم شوفوا، شوفوا كي دايره، شوفوا كي دايره العجين. فن يا البنات، فن غزال، تبارك الله، رائع. بنعمل كريمة. صافي، وغادي نسرحها مزيان. هذه هي اللي غادي نسد بيها. كانت الاخت ديالي تاخذ البنت الحليم من الفرماسين هنا في ايطاليا وتعطيوها النقاط، وصافي وخداتها في النقاط ديال الحليب اللي كتشري لبنتها. كتشري من عندهم كل شهر تشري 20 فريل ديال الحليب، وكانوا تعطيوها البونتات النقاط، كانوا دايرين وخداتها. وصافي وخديتها ندير بها بحال الفطائر. صافي العجينة غزالة غزالة غزالة، تبارك الله. صافي تنقطع بهاد القطاع كاملة العجينة، نمشي معاها كاملة نقطعها. وهادي غير تنجمعها غير بحال هكا، نديرها في البلاستيكة، ما تلولبو ما والو، غير بحال هاد الشكل. ونلولبها في الميكا ونخليها حدايا. صافي، همايا في الاول راه جاتني صغيرة، عاود ضربتهم شوية بالمدلك. هذه كبيرة واللي قطعت بيه صغير وما تسداتش ليا انا. المهم انا قلت لكم عاود الطريق الثاني، المره الثانيه حيت غادي نضربها بالمدلك عاد غيمشي معايا مزيان. المهم زوين، غير زوين. هي اللي ما عندوش يدير الفرشيطه، انا كنت نديرها الفرشيطه باش نضغط عليه ما بالفرشيطه، ولا بزوز الصبع ديالك تبرمي من الجنيبات. المهم انا ما جاتنيش العجينه صغيره ما تسداتش. شوفوا كيف بقيت تندير، ولكن ملي سديت لقيتها محلوله ما تسداتش. هي كبيره وخص الطابع تكون طابعه بشي جبانيه كبيره. المهم ما صافي، هنا غندير الصبع ديالي بحال هكا، وفي الطياب تحلت لي شويه هنا. صافي عاد فهمت، ضربت بالمدلك مزيان ووسعتها والترقاق يا البنات، تبارك الله. فنة باش نجيب هذوك السنات باش تسد ليا. شفتو كنت نوسع وما بقيت معاهم حتى تسدوا ليا كاملين. صافي تندير داك الزيت والكحل حتى هو جا زوين، وتندير الفرماج الابيض خاص بالبيتزا. انا راه ما تتسقمش ليا الموستاريلا. صافي وتنسد بحال هكا. صافي انا وهنا نفس المشكل، وركت بزاف وتقطعات ليا العجينه تما كاينه. وغنعاودها وغنورك نضغط باش ما تحلش. صافي، وغنحطها في الطاوه. غنعاود الاخرى. وصافي مني فهمت ليها وعرفت ليها، بقيت كل مره كل مره صافي تمشي معايا مزيان بسرعه. صافي تنوسع من هنا ونوسع من هنا وكنسد. صافي هانتوما شتو، ها البدايه اللي صعيبه. صافي هما تسدو ولاو زوينين. ايوا البنات صافي، راه جاو فنين، جاو فنين، ما نقولش ليكم جاو غزالين، جاو يدوبو في الفوم. درت الصغيرين والكبار، وهاد الطوايب عاد فيهم كبير وفيهم الصغار، ما فيهم شي ربعة البياسات. عطاوها فيهم ربعة البياسات، عطاتهم ليا قالت لي انتي تيرا تديري تا خوضيهم. وخديتهم فنين. كتديري بهم تا الحشوة ديال التمر، ديري بهم بزاف الحاجات. انتوما شتو. صافي درت البيض، ضربت واحد الصفار بيضة كاملة مع شوية الحليب شوية الخل، وغندهن الفطائر ديالي كاملين، وندير شوية جنجلال تا هو لي صحي. إيوا البنات وبالصحة والراحة، وجربوهم جربوهم راه غزالين تبارك الله.
يا في رمضان يا بلا رمضان، راه باقي ان شاء الله شوال باقي. وفرم بلا رمضان الواحد يديرهم بحال كل العشاء مع الصوبه ومع الحريره، ولا يديرهم الغداء زوينين تبارك الله. مشيو مع العدس يمشيو مع صافي. ندير شويه جنجلال كما قلت لكم، حتى هو راه صحي، تعطي حتى هو واحد المذاق زوين. شعلت عليهم الفرن الفوق والتحت، نفخوا تبارك الله وجاو زوينين، جاو فيهم الصغيورين والكبايبرين، جاو داكشي فن. الصحة والراحة وما طابوا، أنا خرجتهم وجاو شهوة منهم ما نقولش لكم يا الأخوات، جاو فنين، جاو تيحمقوا تبارك الله. الصحة والراحة، تلقاو إن شاء الله في وصفة جديدة، وشكرا لكم، ما تنسونيش من اللايك.